ونروح للفلك وأحدث ما تحدث عنه العلماء. أبلغ علماء الفلك الروس عن اكتشافهم 5 نجوم راديوية دوارة عابرة جديدة، وده باستخدام هوائي المسح الكبير لمرصد BSA الفلكي الراديوي الفلكي. والنجوم الراديوية الدوارة العابرة هي فئة فرعية من النجوم النابضة اللي بتتميز بانبعاث متقطع. وقع تحديد الكائنات الأولى من هذا النوع أو وقع تحديد هذه الكائنات في عام 2006 على أنها نبضات متفرقة تظهر بشكل متقطع مع ترددات تتراوح من عدة دقائق إلى عدة ساعات. ومع ذلك فإن طبيعة هذه النجوم العابرة ما تزال غير واضحة. وفي الآونة الأخيرة قام فريق من علماء الفلك بقيادة سيرجي تيبولو شاف من مرصد بوش تيشينو الفلكي الراديوي بتحليل البيانات من ملاحظات المراقبة من هوائي المسح BSA الكبير، وده عند 111 ميجا هرتز. أدى ذلك إلى تحديد 54 مصدر نابض، 5 منها تبين أنها نجوم راديوية دوارة عابرة جديدة.